بمراكزنا والتي نقف عليها بصفتنا المهنية نجد بأن الأسرة هي إحدى الآليات، ربما كنفكروش فيها، ولكن إحدى الآليات لتفقير النساء، سواء حرمانهم الإرث، سواء حرمانهم من حقهم لكي من حقهم حتى التي تؤدي عملا مأجورا تساهم به في بناء الأسرة وفي الإنفاق إلى آخره، ولكن لا تأخذ ثمارا، أو أكثر من ذلك العمل المنزلي الذي يستهلك اليوم كله والليلة كلها وليس معترفا به كعمل اجتماعي عنده قيمة اجتماعية، رغم أن بعض الشعوب وبعض الدول يساهم في الدخل القومي بنسب تتراوح ما بين ثلث وأكثر من ثلث في المئة. إذن هذه المدونة هي مجال للصراع وستكون مجال للصراع، خاصة ونحن نطالب بتغيير جذري لهذه المدونة وشامل يشمل فلسفة هذه المدونة، لأن يجب أن نخرج من وصاية هذول الذين يسمون أنفسهم رجال دين أو نساء دين، الآن رأوا لو عندنا نساء دين المرشدات إلى آخره، أو وأيضا يجب أن تكون مدونة تحل مشاكل الأسرة المغربية إن لم تدعم أوضاع الأسرة المغربية وأوضاع كل أطرافها. إذن هذا التغيير يتطلب فعل واحد العدة، إعداد العدة، لا من ناحية النقاش كل مقتضيات هذه المدونة، ولا أيضا من حيث التعبئة والحضور، لأن هذا ليس قانونا عاديا بل قانون يمس الجميع، وأيضا أحد القوانين التي تعرف صراعات ونقاشات مجتمعية واسعة عبر كل آليات ديال التواصل، أيضا عبر أي إذاعة تلفزيون، في كل المواقع، في كل المنابر. مدونات لتتهم الأسرة في كل مرحلة من مراحلها تعرف صراع، مثلا مدونة عند صياغة مدونة الأحوال الشخصية، كان هناك مقترح ديال وزارة العدل آنذاك، جابت مقترح تعتمد على الإحصاء على بعض العلوم الاجتماعية، بعض علوم علم النفس إلى آخره. المغرب كان خارجا لتوه من مرحلة الاستعمار، تأبئة شعبية، النساء شاركوا في النضال ضد المستعمر، موجودات في النضالات إلى آخره، حملات ديال محو الأمية إلى آخره، كلها كانت واسعة، ومع ذلك التف الفقهاء، والتوجيهات التي كانت لرئيس اللجنة آنذاك الملك أو ولي العهد آنذاك الحسن الثاني، رغم كل ذلك استطاع الفقهاء أن يخرجوا بمدونة الأحوال الشخصية، ولا يدخلوا أي مقترح من المقترحات التي جاء بها وزير العدل آنذاك. ورغم دخول هذه المدونة للتطبيق، ورغم بيان توضيح أو وضوح عدم القدرة ديالها على الجواب على إشكالات المرأة أو إشكالات الأسرة المغربية آنذاك، والمجهود اللي قاموا به رؤساء المحاكم، يجب أن نستحضر هذه الوقائع، رؤساء المحاكم آنذاك في 61 وفي 65 رؤساء محاكم حقيقية ماشي بحال دابا، اللي هما اللي بداو تيطلبوا بإدخال تعديلات. رغم كل ذلك صمدت هذه المدونة لأكثر أو لحوالي 50 سنة، فبالتالي يجب أن نستحضر كل هذا ونعرف بأن دائما هذا كان صراع بين التقليد والحداثة، هذا القانون دائما كان محل هذا الصراع. أيضا حضرنا جميعا وتعبئنا جميعا من أجل تغيير مدونة الأحوال الشخصية منذ السبعينات الثمانينات، درنا الحملات مليون توقيع وغيرها، وشفنا الصراع الذي كان آنذاك واللي أدى إلى انشطار المجتمع المغربي إلى قسمين واضحين، والحرب التي خيضت آنذاك بطرف القوى التقليد. الأكثر من ذلك كان الحزب ديال العدالة والتنمية، كان الوقت اللي طلعت حكومة بوسفيدر ما يسمى بالمعارضة، ما تكسبها هو المعارضة النقدية، ما سمى بالمعارضة النقدية، وبقي في هذه المرحلة في هذه الوضعية. ولكن عندما طرح بجدية هذا القانون ديال مراجعة مدونة الأحوال الشخصية آنذاك، خرج من هذه الوضعية ديال بين وضعيتين، وأظهر حقيقة أوضاعي، وخاض حربا لا هودة فيها ضد حكومة آنذاك ديال المحقق
حكومة يجري. إذن فهذا القانون بالتالي ليس قانونا عاديا، هذا يدل أو يبين المكامن أو القوة والضعف ديال القوى الحداثية داخل مجتمعنا. ومع ذلك رغم كل هذه الشراسة التي وجهت بها المطلب، استطاعت الحركة النسائية التقدمية أن تخرج أو تفوز ببعض الإصلاحات فيها، ما هو جذري وما هو ذو قيمة مهمة، لأنه قد يقال بأننا ضخمنا من مدونة الأسرة وتعديلات اللي جابتها، ولكن يجب أن نستحضر ما قبلها. وهنا تنعطي مثال فقط، مثال ديال الطلاق الذي كان آنذاك. المرأة المغربية المتزوجة كانت في بحال الطلاق الكاثوليكي، ما يمكنهاش تطلق نهائيا بإرادتها، ما يمكنهاش تطلق نهائيا، وكانت حالات مأساوية، بل كانت أحكام يندلها الجبين، كانت أحكام مثلا يمكن المرأة تكون مهرسة مضروبة جاية وتقول هذا الشيء، قاضي تقول لها جيبي لي ما يثبت بعد العنف اللي هو كيشوفه، تقول لها جيبي لي ما يثبت، وتجيب له ما يثبت العنف اللي عندها شهادة طبية، ربما تجيب لي تشهد. هذا في حالة ديال العنف ديال الطلاق أو التطليق للدار. أكثر من هذا يقول لها ماشي جيبي لي ما يثبت انا رجلك هو اللي ضربك، حيت تجيب ما يثبت انا رجلك اللي ضربها، تقولي لي جيبي لنا ما يثبت انك ما درتي ليه والو ضربك. وهذا حكم صادر عن المجلس الاعلى انذاك اللي هي محكمه النقد، جيبي لي ما يفيد انك ما درتي ليه والو، بمعنى ان الرجل من حقه انه يضرب المراه الا دارت له شي حاجه، وهي دارت علاش راه واتي عرفها علاش، الا ما عرفتيش انت علاش، الا ما عرف هو علاش ضربها هي عارفه علاش، لان دائما غتكون دايره شي حاجه. هذه نوعيه الاحكام. عندنا حالات ديال النساء اللي 16 عام كيديروا الطلاق ديال الطلاق وما كاينش، راجلها جالس غير حداه في الدرب الاخر مجوج مره اخرى وعايش حياته، وهي ما استطاعتش تثبت انها في حاله ضرر وخاصها تطلق. عندنا 10 سنين، عندنا 16 عام، عندنا 5 سنين. العكس انا العكس هو اللي كاين ايضا بالنسبه للرجل. الرجل يمكن يطلق ويقدر ما يخبر كاع مرتو، ويقدر يبقى عايش معاها، ويقدر يولد معاها، وحنا اللي قلنا نوضي في حق انت راكي مطلقه. وانا كانت عندي حاله ديال المراه طلقات، وفي ديك الوقت جا فاش طلقات جا راجلها ايموراجي في راسو وتشل، وبقات مقابلاه حتى قرب يموت، عاد قال لها سمحي لي نوبك انا راني طلقتك مش حلالة. فبالتالي هاد الاوضاع، لذلك حنا فرحنا فعلا، قلنا غير هاد عتقوا رقابه اللي كاين اللي جات به المدونه، واللي يمكن المراه تطلق ما محتاج تثبت والو، على الاقل هذا واحد المكسب اللي مهم. لان تخيلوا معي ان المراه يمكن حالات ديال 16 عام ديال طلاق طلق وما استطاعت توصلوا، تخيلوا معي ان المراه مطلقه وجالسه مع راجلها وهي ما فراسهاش، وهي مطلقه يمكن ايضا يدير تعدد وهي ما فراسهاش، حتى كيموتوا عاد كيجيوه العيالات والولاد الاخرين، عطينا حتى حنا حقنا، بمعنى كانت الفوضى التامه. يقال الان انه المدونه فتحت باب الطلاق ولا الطلاق كثير الى اخره، وتيجيون حوالي 100,000 من 300,000 زيجات، ولكن ما تيرجعوش للارقام التي كانت في السبعينات وفي الثمانينات. في الثمانينات عندنا 57% في الدار البيضاء، وعندنا 51% في الرباط، وعندنا التولد على الصعيد الوطني ديال الارقام ديال الطلاق. هذا الشيء كنا جبناه حنا في جريده 8 مارس من خلال البحث اللي قمنا به في دوك الكنانيج ديال قضاه التوثيق اللي كانوا في الدار البيضاء وفي الرباط، وبعض الاحصائيات اللي كانت في الدراسات، لان ما كانش انذاك وزارات العدل تعمم. فبالتالي للهجوم على بحال هذه المدونه هي اللي طلقات الناس، وهي اللي جعلت الازمات داخل. لما حصلت المراه على حقها في انها تنهي علاقه زوجيه غير بائسه او مؤلمه او فيها العنف، لما حصلت على هذا الحق اصبحت هي المسؤوله عن ارتفاع نسب الطلاق، في حين انه كان مرتفع من قبل.
المغرب انا درت كولونيست تحضير الثمانينات والازمات اللي كانت في الثمانينات والحالات الجفاف وداك صندوق النقد الدولي وديك الحاله ديال القروض الى اخره وحدات الى ليس فقط الطلاق الموثق راه كان الطلاق ديال مغادره الازواج بنوت الزوجيه ما كاينش الازواج ما موجودينش لا ينفقوا رزق وإذا كان مزوج مرات يقول لك الزوج الحاضر بيميني حتى قاعد قايلة استطعت تحصل على شي حكم يجي ويحلف وصافي مشى داك الشيء بحالته بل أكثر من هذه ينوب عن القاضي عن الرجل وتيديرها الزوج الحاضر بيمين وتيعطي هذا الحق على واحد المدة اللي هو جالس معه اللي هو متزوج ماشي مطلق فبالتالي كتفضل أنها تطلق على أنها تبقى مع زوج لا ينفق لا غير موجود في حياته ولا في حياة فبالتالي من سمحوا لي طولت شي شوي باش نبين بان فعلا المدونات الاسره شكلت مكسب حقيقي ليس مكتبا مكسبا ولو وجدت قضاء مجتهدا متفتحا على العلوم الحاليه ومتفتحا على حقوق الانسانيه للنساء والحقوق الانسانيه بصفه عامه لاستطاع ان يطور هذا القانون وايضا تقدموا عده المطالب ديال عده مقترحات قوانين لتعديل بعض الفصول ديال الغاء مثلا زواج الطفلات ولكن كنا نواجه بان هذه الوضعيه الشعب المغربي الناس الفقراء الى اخره رغم ان المغرب دابا 60 عام ومستقل وباقي كامل بيقضي على هذا الفقر وباقي خص الضحايا هما النساء هما الفتيات اللي خصهم يتزوجوا لان باباتهم فقراء ما يمكنلهمش في حين تتلقى اقل من 3% من الاولاد هما اللي كيتزوجوا صغار وبهدف معين باش ياخذ الارض ولا باش الاب ياخذ الارض ولا باش يكتب الارض لولده الى اخره فبالتالي بقاو هاد الفتيات بحال القرابين اللي كيتخلصوا منهم والبنت من نهار كتزاد وهي كتسمع الزواج فلانه تزوجت فلانه دارت الى اخره تيقول لك هما باغيين يتزوجوا اش من بدائل عطينا لهاد البنات عطيناهم الدراسه عطيناهم التعليم عطيناهم التكوين عطيناهم يلعبوا الرياضه يشاركوا في المسرح عطيناهم شي بدائل باش نجيو نقولوا راه هما باغيين ما عندهم حتى شي بدائل وتمشي عند العائلات في القرى الى اخره ما كاين الحديث الا على فلانه تزوجت فلانه داها لفرنسا هذه جابها لاسبانيا هذه الى اخره هذا داها تزوجها وحطها خلاها تنضرب بلا مو مشات الى اخره بمعنى ما كاين حتى شي حديث اخر الا هذا فكيفاش بغينا هؤلاء الفتيات يرفضوا هذا الزواج والكثير من هؤلاء الفتيات اللي كيتموا جايين باش يجوجوا بواتو انا كيتلقاو لي في المحكمات يقولوا لي عافاك شوفي لينا كيف نديروا راه ما مسولينناش وحنا ما بغيناش هذا الزواج تنعطيو في استشاره تنقول لهم هربوا من لانه حيت غادي يجي تخرج من المحكمه تخرج من المحكمه ملي غادي يناديو عليها ما غيلقاوهاش وبالتالي خصو يشوفوا شي جلسه اخرى الى اخره فبالتالي الاوضاع الاجتماعيه كنبغيو نحلوها على حساب احد المواطنين او الاطراف اللي ضعيفه وفي فضويه ضعيفه واللي تحتاج اكثر للحمايه اذا الاشكال الان ديال المدونه لم يعد يتطلب فقط تعديلات جزئيه الغاء هذا الفصل الغاء هذا البند والقضاء لانه كاين امكانيات هائله عند الاطراف الاخرى من انهم يؤولون تاويلا تقليديا لكل الفصول كل الفصول ديال المدونه ها هما بالنسبه للطلاق المراه اللي كتطلب هي الطلاق حيدوا لها ما يسمى بالمتعه واخا حنا راه ما متفقينش على هذه الكلمه ولا ولكن على الاقل هذاك المبلغ الذي كان يحكم به كانت المراه كتقضي به شويه ديال الاشغال ديالها ريتما تشوف اش غدير ريتما تشتغل ريتما تلقى عمل الى اخره فبالتالي هذاك حتى هو الغوا اعتمادا على الفصل 400 ما بقاش تقبت المراه تتقبت يلاه فقط النفقه تقبت لها حق السكن لا الى اخره المهم واحد كل ما يمكن لك تاول الان ما تمش تمديد داك الفصل 16 داك الماده 16 اللي كتعطي ديال الثبوت الزوجيه اعتمدوا على الفصل 400 الفصل 400 ولاو تيزوجوا تيديروا تعدد بلا كاع ما تشعر المراه بلا ما تكون في راسها بلا ما تحضر بلا الى اخره سيروا نتوما كلوا داك الفصل لا دبروا به حيت حنا تنقولوا لا ما خصوش يبقى هذاك الفصل لانه تيتيح التلاعب على المقتضيات المتعلقه بالتعدد او المقتضيات المتعلقه بتزويج الطفلات هما مشاو للمواد الاخرى مشاو لذاك الفصل 400 الاستاذ رحوره عنده واحد
زعما واحد كيفاش تيتكلم على هذا الفصل كانه تيلغي ديك حتى داك هذيك بعض المكتسبات الموجوده في بقيه البنود الاخرى 399 من مدونه الاسر. اذا كاين التفاف على كل هذه القضايا ديال النفقه اللي تتعمر المحاكم حتى لهنا واللي ما فيها امكانيه التبليغ امكانيه التنفيذ اللي يتصور المآسي لكي اكثر القضايا المعروضه على المحاكم هي قضايا ديال النفقه. وهناك عدة الوسائل لعدم تمكين النساء والأطفال من النفقة، إما إخفاء الأجر، إما ما معروفش العنوان، إما وكاين واحد طريقة باش يحكموا جميع المحاكم، 600 درهم 300 درهم 500 درهم 400 درهم بحال الغني بحال اللي ما عندوش، بحال بعض الأحيان تيكون داك اللي عنده الإمكانيات المادية وعنده شهادة ديال الأجر كيتحكم له بحاله بحال واحد آخر اللي عنده دخل بسيط جدا. فبالتالي هذا يتطلب فعلا تغيير شامل لهذه المدونه وجذري من ناحيه اللغه، باقي فيها اللغه ديال المراه التي في حوزتي وفي اللي سميتها واللي وداك اللي دعاتو داروا العقد ولكن مازال ما كاين الدخول، وإلا دعاتو للدخول تستحق النفقه بمعنى النفقه مقابل المتعه. ما زالت المرأة ليست طرفا حقيقيا وخادرة في ذاك الفصل 400 وفي ذاك الفصل 4 ديال المدونة ديال المساواة تقريبا في الحقوق والواجبات، واخا مخليين ذاك ديال العدل بين الزوجات باقي في هذاك الفصل. فبالتالي لا اللغة ديال هذه المدونة لا الفلسفة ديالها لا المقتضيات كاملة ديالها، لأن حتى ذاك ديال الشقاق راه فيه إشكالات اللي على الأقل حرر النساء نسبيا، ولكن لو تيرجعوا ليه ترجم بقية المقتضيات الأخرى كلها تمييز في رغم المساواة التي تقال تحت رعاية الزوجين، لا زال هناك تمييز فيما يتعلق بالولاية القانونية للأبناء، لا زال هناك تمييز ومس بكرامة النساء فيما يتعلق بتعدد الزوجات، واحد العديد المقتضيات الموجودة في المدونة لا تفعل، واحد العديد من أنواع الزواج الفاسد والزواج كذا، واحد العديد من انواع الطلاق لم تعد تفعل نهائيا وموجوده. ايضا الحرمان ديال الابناء من خارج العلاقه الزوجيه من النسب، من الحرمان، واحد العديد من المقتضيات التي تقتضي التعديل. عاد نجيو للارث اللي هو عمليه تحرم النساء من الحق في الارث رغما عن النصوص ديال القران اللي هما كيعتمدوها رغما عنها، ورغما ايضا عن الوقائع المتجدده وخلق نظام اخر ديال التوارث اللي عمليا داروه الفقهاء ولا علاقه له بما يقال بانه مضاد او يحللون ويحرموننا. غادي نختم غير بمساله نعتبرها أساسية، أن مسألة الإيرت يجب إقرار مبدأ المساواة وإلغاء ما يسمى بالتعصيب، لأن يقولون أن المرأة ترث النصف، حتى نجي نشوفوا المرأة النساء المغربيات ما وارثين لا نص لا ربع لا تولد لا والو، حتى لقوا أن النساء المالكات للعقار لا يتجاوزن 1% في المناطق القروية و6% في المدن، ففينا هو حتى داكشي. ما عرفت علاش هاد رجال الفقه الفقهاء ورجال الدين ما يجيوش يعطيوهم غير هادشي اللي في المدونه اللي كاين، هذاك حيت تكون المراه ممسوسه هي اللي الاراضي اللي الجيش والاراضي الجماعات ما عندهاش الحق في الاستغلال الى تصدر هذا القانون اللي هو ماشي نهائيا تيعطي الحق. الاراضي المسترجعه ما كتشكل فيها الا 2% في النساء. تعدد زوجات الغاوي المغاربه لا يشكل الا 0.48، وبينما في واحد الوقت الناس اللي كانوا في البرلمان وفي الحكومه عندهم 6%، 6% منهم زوج عندهم مزوجين امراه ثانيه، خاصه ملي تيطلع البرلمان تيخصو النساء اللي مراته الاولى اللي ما عقلتش عليه فملي كان مزلوط وقر ما يطلع. فبالتالي المغاربه راه الغاو ملي تنقولوا 0.48
كتسجل شي 2000 حالة كتقبل حوالي 1000 بيت لغرض الباقي. إذا المغاربة لغاو تعدوا تزوجات ولكن خصهم يشدوه، خصهم يعتبروه اللي تركوا بحال ما حياش السنة وخصنا إحياء السنة إلى آخره. فبالتالي هذه هي الفلسفة ديال المدونة وهذه الفلسفة يجب أن تزول.